شباب المحمدية تم الصعود إلى القسم الثاني، واحد الكلمة بخصوص فريق المدينة ديالنا. شباب المحمدية فريق عريق عنده تاريخ كبير، دازوا فيه لعابة كبار، خير مثال صاحب الكرة الذهبية السي أحمد فراس الله يطول في عمرو، روكي الزياتي، لعابة اللي عطاو شيء كثير كرة قدم مغربية. كنظن أن القدوم ديال سي هشام ايتمنى جا في واحد الوقت جد مناسب، لان كنعرفوا الفريق كان نحضر الاقسام السفلى، كان مهدد من اندثار فريق عريق. الحمد لله التصحوه ديال شباب المحمديه غتعطي واحد الاضافه لكره القدم المغربيه، ويمكن شباب المحمديه يرجع منافس قوي ويدخل البطوله الاحترافيه القسم الاول هاد السنه. لا قدر يحقق الصعود وكنتمنى ليه الصعود هاد السنه. كنظن انه غادي يكون من احد اقوى الفرق نظرا للاستثمارات الكبيره اللي كيقوم بها رئيس الفريق وعلى راسها المدرب الجديد للفريق وهو ايطالي الجنسيه. يعني كيف كتشوفوا هاد المساله ديال ان الفريق كان في قسم الهوات يعني واستعن بواحد الاطار اللي هو ايطالي؟ واش عندكم شي معلومات والراي ديالكم؟ بالنسبة لماركو سيميوني معروف كلاعب، كمدرب السيرة الذاتية ديالو فقيرة. أنا كنت ما غاديش نكونوا كنرحبوا بأي إطار غيعطي إضافة لكرة القدم المغربية، مي أظن أن في القسم الوطني الثاني صعيب باش انه يتاقلم، ما كيعرفش المنافسين، ما كيعرفش اللاعبين ديال جميع الفرق، حتى في ناحيه الاستقطاب اللاعبين ولي بروفيل اللي غيبغيهم ما غاديش يعرفهم، غيكون كبير. انا كنت كنحبذ لو تم التعاقد مع مدرب وطني او اكمال المشوار مع رشيد روكي اللي بدوره حقق نتائج ايجابيه وكان كيستحق انه يكون مدرب رسمي ديال الفريق. سي مراد، تبغي تقول لنا كي جاكم التربص في مدينه المحمديه؟ هذه ماشي اول مره، كان ثاني مره باش كنجيو معسكر مغلق ديال بدايه استعدادات الموسم في مدينه المحمديه. السنه الماضيه درنا معسكر دام اسبوع، وهذه السنه هذه معسكر بدا يوم 22/7 وغيسالينا 10 تقريبا 18 اليوم ديال الاستعداد. مدينه المحمديه اختيار ديالها كيكون كان بشكل مدروس نظرا للموقع الاستراتيجي ديال مدينه المحمديه ما بين الطربيضه والرباط، محور اللي كيتوجدوا فيه فرق كثيره اللي يمكننا اننا نجريو مع لقاءات وديه باش نقيسوا درجه الاستعداد ديال الفريق رجاء بني ملال. كي هي الاستعدادات ديالكم للموسم القادم ان شاء الله؟ استعدادات كتمر بظروف جيدة، الحمد لله الأمور رجاء بني ملال تحسن بشكل كبير من جميع النواحي، من الناحية الإدارية والناحية المالية، وكذلك النتائج الحمد لله كانت في مستوى تطلعات لا مسؤولي ولا جمهور رجاء بني ملال.